غاب المهاجم لامين يامال عن آخر حصة تدريبية لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيغو مساء السبت في الأسبوع 14 من الليغا، وبالتالي تدل كل المؤشرات على أنه لن يسافر إلى ملعب بالايدوس في مدينة فيغو. النادي الكتالوني سيكون مطالبا بتجاوز عثرته في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد الذي كبد فريق هانس فليك خسارته الثانية في الليغا هذا الموسم. لم نلعب بشكل جيد ضد ريال سوسيداد، ولم يكن عدم وجود لامين يامال هو السبب في ذلك. لامين مهم جدا بالنسبة لنا، لكن علينا أن نتكيف مع هذا. لا نعرف متى سيعود للعب معنا، لكن من المهم أن يكون جاهزا بنسبة 100%. أجواء تحضيرات البرسا لمواجهة سيلتا فيغو بدت مثالية على العموم، فمن المتوقع بنسبة كبيرة أن يعتمد مدرب برشلونة هانس فليك على مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، حيث تدرب البولندي بنفس وتيرة زملائه في الفريق لليوم الثاني على التوالي بعد غيابه عن الالتزامات الدولية مع منتخب بلاده بسبب إصابة في أسفل الظهر. كما عاد للمشاركة في جزء من الميران الجماعي كل من المهاجم فيران توريس والمدافع إريك غارسيا الغائبان عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابات عضلية. ويواصل برشلونة صدارته لترتيب الليغا ب 33 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.